السلام علیکم ملګرو زم تاسو سره کراچی خان د سواد د خپل د پیژنه مخامخ تاسو ګورئ د سواد د خپل په شمن د سعودي عرب کولاګانی او یو ملګری زم سره خوکه ولړل د سودان دی او دنه په پوسکو غپ شپ وسره لګو السلام علیکم علیکم السلام کیو حال صدیق الحمد لله شو اسمه کانتا انا محمد کلام ابو عمر کیو حال اجا عمر تمام الحمد لله من وينك انا من السودان ما شاء الله من السودان ها ايوه سوداني ما كيف حال كويس شغل كويس الحمد لله شغل تمام شغل في استراحه مظبوط 100% ما شاء الله كفيله كويس ما في مشكله كويس 100% ما شاء الله ما في مشكله اجا بيوت اجا ممكن كم سنه بيت هذا قديم بيوت هذا قديم يمكن 300 400 سنه كبير هذا اول قفار حائل هنا اول حائل ايوه اول حائل هذا منطقه حائل قديم اول ايوه يعني نفر صغير وحفيد ايوه يمكن موجود واحد بعدين نخلي دنيا روح موت الله يرحمه الله يرحمه ايوه شكرا سلام باكستان السلام عليكم ايوه ملقرنا وبل واقي زمو سره ولا ماما نذير خان السلام عليكم وعليكم السلام ماما نذير خان څنګه لخي خير ده شکر کراچ خان ته خي جوړي ټیک ټاک خير سريته مونږ راغليو زړه حایل تا پزاړه حایل کې مونږ ګرځېدو او زوما کراچ خان او ابو عمر را سره جی او وګرځېدو ډېر مزه ته واغسي او تاسو هم ویډیو ګورئ مزه ته واخلې خوندونه ته وال ویډیو لایک او شیر ضرور کړئ ډېر مننه د دې ګاډي پخلی سو خیال لې ګاډه خدا زما د نکرم زولې ګاډه ده او ما هم ولیدو نو یاره تقریبا دا به د 83 ماډل کې به او دلته کې بری زی باندې غرمو د لاس لګ خور زار شوی دی ډیر غریب دی مدد وسره وکړي السلام علیکم دا پک جی د جمعه نقشه ده او شهید شه دی او دغه په شکل جوړ کړل د ټیم په شکل لڑکی گور کنا گور سے ٹیم پر شکل کی سے کوئی گورنا ہے نہ بارہ نہ پارا پتہ نہیں کہ سمر وقت زور جمعات ہے هذا اول حائل ها هذا اول حائل ايوه يعني قديم هذا ممكن كم سنه يمكن 200 300 ايوه اكثر هذا اسم اول قفار هذا قفار اجين برد قفار هذا قفار شمال اول ايوه قفار اول حائل قديم قديم حائل بعدين نفر نروح هذا ورا هناك شويه ايوه نروح هنا وبعدين نروح هاي حطينا حائل داخل كله ايوه بس هذا قفار اول هو هذا انا براد ممكن موجود ولا ما في موجود ما في معروف نفر كبير اول ايه. يعني صغير موجود يعني ارض حقه يعني صغير يعني حفيد صغير هنا موجود اول هنا ايوه بعدين في واحد موجود ما في كله ما في كله موجود ايوه لكن كبير بعدين روح خلاص الدنيا خلاص ايوه صح انت من السودان ها انا من السودان ايوه هذا باكستاني شوف انت ايوه باكستاني 100% شو اسمك انت انا محمد كيف الحال يا محمد الحمد لله الحمد لله تمام انت شغل استراحه ولا وشو؟ ايوه استراحه ايوه ما في غنم عندك؟ لا ما في سلم على باكستان يا باكستان السلام عليكم باكستان زنده باد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله باكستان زنده باد